تتسارع التطورات وتتتابع. يتحدث الإعلام العبري عن وصول لواء الإمام الحسين الإيراني إلى جنوب لبنان للمساعدة في شن هجمات، قبيل ذلك هجمة تستهدف إسرائيل منطلقها غزة، اليمن، سوريا، جنوبي لبنان. ماذا نقرأ في هذه التطورات في ظل الحديث عن كلمة للأمين العام لحزب الله يوم غد؟ ما المتوقع منها كذلك؟ طبعا أنا كنت أتمنى حقيقة أن يكون هناك نوع من التوازن في مستوى الرعب بين الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية وحلفائها وبين الكيان الصهيوني وحلفائه، لكن للأسف الشديد يعني بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة وضد الشعب الفلسطيني وضد الأراضي الفلسطينية المحتلة، للأسف الشديد يعني لم يكن الموقف موقف بين قوسين المقاومة والممانعة الذي سمعنا منه الكثير من الشعارات على مدى أكثر من 4 عقود لم يكن بالمستوى المطلوب للأسف الشديد، في حين الـ يعني حلفاء الكيان الصهيوني موقفهم واضح ورأيناهم كيف أنهم يعني جمعوا كل ثقلهم ليصبوه لصالح إسرائيل و لتستمر في جرائمها وفي يعني أعمالها الإرهابية في غزة. لذلك أنا لا أتصور أن تحريك مثل أو قصف طائرة هنا أو صاروخ هناك أو بيانات ثورية وبيانات صاروخية، أنا لا أتصور أنه يؤثر في تغيير قواعد اللعبة وقواعد المعادلة مع الأسف الشديد، وهذا الشيء طبعا محزن بتنا نعيشه منذ يعني منذ عهد جمال عبد الناصر. كلنا نتذكر كيف أن جمال عبد الناصر كان يرفع لواء تحرير القدس وظل على مدى أكثر من عقد يرفع هذا الشعار ويدعم هو التحرر وتحديدا بين قوسين القوى القومية، لكن في نهاية المطاف طلع فارسو على قولة العراقيين. ثم جاءنا صدام حسين ورفع نفس الشعارات، وما كان يقدمه صدام حسين للفلسطينيين أضعاف مضاعفة مما تقدمه الآن يعني بعض الفصائل أو بعض الدول محور المقاومة. وكلنا نتذكر مثلا كان يمنح كل شهيد فلسطيني يعني كل عائلة شهيد فلسطيني $5,000 شهريا. نعم. وزاد من منسوب هذه الشعارات عندما قصف إسرائيل ب 34 صاروخ تبين فيما بعد أنها سقطت في الصحراء، وقد عوض العراق إسرائيل $34 مليار، وهي الدولة العربية الوحيدة العربية والإسلامية الوحيدة التي تعوض إسرائيل منذ قيامها لحد الآن.